السلام عليكم خوتاتي، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله اليوم ندير لكم مملحات لي شوسون بطريقه سهله وعجينه سهله متوفره في كل دار. شوف واش فيها. فيها ياغورت ناتشيغ، اللي عنده رايب يعوضها بكاس رايب. المهم هذا راهو يتباع في الاسواق. هذا نزيدوا له كاس زبده ذائبه. هاي العجينة سهلة، شوفوا واش فيها. فيها هذا بواطة تاع ياغورت ناتشيغ، وهذا نكيلو به الزبدة تاعنا الذايبة. شوف هكذا، شوفوا هكذا. نزيدولو مغرفة تاع خميرة تاع الخبز. وقرصة ملح. عجينة مليحة وتجي بزاف للوصفات بطريقة سهلة وتجي خفيفة. شوفو تاتي خلطو هكذا، وبعد نزيدو لها كمية تاع الفريض. نخلطو حتى تولينا عجينه. ها شوفوا خواتاتي، درناهم هكذا على شكل هلال، واسيهم بالبانسو اللي هو شويه حبه بيض وقليلا من القهوه، بطلنا الاحمرار لهذا الاسمو بيحمروا بالماء مليح. ومن بعد نشطحوهم. عندنا شوف لهنا بذور الشيا اللي هي مليحه، وشويه سانوت ثاني نشطحوهم بذور الشيا. هي مليحة لانيمي في الفاكهة، في أي حاجة ديروها مليحة. و ثاني كاين هذا السانوتش، يعني شبحوهم بيه. نوريهولكم في وصفة التقديم كي يطيبو، نوريهولكم إن شاء الله. يعني شوفو خواتاتي، شوفو كيفاش جانا. شوفو جانا خفيف محمر وبنين، والسلط تاعنا هكذا بان في دوبيه ولادنا كامل، باه يحبوه باه ياكلوه. شوفو نقسموها قدامكم حبة، شوفو هاهي. هاشوف خواتاتي بالفرماج، شوفو اسمو فيها. تحبي بيونداشي تبدليها بيونداشي بأي حشو تحبيه. والسرقو مفيد هكذا، نجمو لوليداتنا نعطيوهم ياكلو. وشهية طيبة، وصحتكم وصحتي معاكم. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، تجربوها وتجي إن شاء الله شهر رمضان يدخلو علينا بالخير. ان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، وبقوا على خير.